السلام عليكم المتتبعين الأعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، والصحة ديالكم حتى هي تكون مزيانة إن شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم إمازيغنينو في مازيغين إريفيين تيريفيين من المهجم، نتمنى إن شاء الله يا ربي أتيرين بخير وعلى خير وصحتكم أتيرين مليح. كنشكركم جميعا وكنرحبكم جميعا، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا اللي اول مره شاف القناه ديالي. كنقول له مرحبا بك، اشترك بالقناه الى بغيتي يوصلك الجديد ديالي، وفعل الجرس. هذا الشيء طبعا فضلا منكم وليس امرا، وكما كنتجمعوا هنايا في الدنيا يا ربي رحمن يا رحيم تجمعنا عندك في الاخره في جنه الفردوس الاعلى ان شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم وفي هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو الجديد غادي نبداه بعض اسماء الله الحسنى. كاين اسم الله من اسماء الله الحسنى الستار، الله سبحانه وتعالى ستار، غفار، رحمن، رحيم، يعني الله سبحانه وتعالى الرحمه ديالو وسعت كل شيء، والستره ديالو على العباد ديالو. حنا عايشين بالستره ديال الله سبحانه وتعالى. يعني حنايا شنو كنعيشوا في هاد الامه ديال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام؟ حنا امه محمد صلى الله عليه وسلم. الامم السابقه ديال الرسل اللي فاتوا والانبياء راه كلهم حتى هما كانوا عندهم نفس الازمات، نفس المشاكل، يعني تقريبا نفس، يعني امه عن امه، كل امه وكاين الحوايج اللي تكرروا معاها. مثل حنايا كنعيشوا في هذه الايام، ولله الحمد انه الله سبحانه وتعالى اكرمنا الله سبحانه وتعالى بشويه ديال الشتاء، ولكن باقي شي مناطق راه مازال ما طاحش فيهم، بحال هنايا حنايا في الناظور راه ما طاحتش عندنا الشتاء الا قطرات قليله. هنا غادي نستحضر معكم واحد القصه وقعت في عهد سيدنا موسى عليه السلام. في عهد سيدنا موسى انقطع المطر، وقع عندهم الجفاف، الزرع واليبس، الحيوانات ما لقاو ما ياكلوا، المهم وقع عندهم الجفاف. كانوا كيتضرعوا الله سبحانه وتعالى انه يرحمهم. ناض خرج سيدنا موسى مع القوم ديالو كيديروا صلاه الاستسقاء، وكيتضرعوا الله سبحانه وتعالى وكيطلبوه باش ينزل عليهم الغيث المطر باش ترحموا، المهم الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. داو كيطلبوا الله سبحانه وتعالى ما استجبش. مشى سيدنا موسى عند الله سبحانه وتعالى قال له يا الله، يعني ماشي من العاده ديال الله سبحانه وتعالى انه يمنع عليه الى دعاه الانسان، راه الله سبحانه وتعالى قالنا ادعوني استجب لكم. مشى سيدنا موسى عند الله سبحانه وتعالى قال له يا الله، راني دعيتك انا والقوم ديالي باش ترحمنا باش تنزل علينا الغيث والمطر، ولكن ما استجبتيش لينا. قال له الله سبحانه وتعالى ان فيكم واحد الراجل 40 عام وهو كيعصيني، راه الا ما نخرجش هذاك الراجل من القوم ديالك راه ما غاديش تنزل الشتاء وما غاديش تطيح الشتاء وما غاديش ننزل الغيث. جاء سيدنا موسى للقوم ديالو جمعهم قال لهم انا راه ندعينا والله ما استجب ليناش، راه انا قال لي الله سبحانه وتعالى ان في القوم ديالك واحد الراجل 40 عام وهو كيدير المعاصي وكيعصيني، الا ما خرج هذا الراجل من القوم ديالك راه ما غاديش طيح عليكم الشتاء. طبعا الراجل عرف راسو وسكت، بدا كيشوف كيلتفت لليمين والشمال، ينوض شي واحد يقول له انا راه كندير، ما قال حد صافي. ناض داك الراجل بدا كيفكر الله سبحانه وتعالى بغالو الطريق ديال الهدايه والستر. ناض داك الراجل بدا كيفكر، لقى الحال هكا، جلس واحد الايام لقى الحال هكا، الجفاف، الناس كتضيع، الحيوانات، البشر وكل شيء، المهم كل شيء كيضع، النباتات كل شيء كيتحرق. ناض قال له بدا كيفكر مع راسو كيقول اش هذا الطريق اللي انا شاد، خصني نرجع لله سبحانه وتعالى ونتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى يغفر لي، راه الله غفور رحيم. وصيفط لي هذه الرساله
مع سيدنا موسى، وانا عاد غادي نبقى في المعاصي ديالي. صافي مشى توجه هذا الرجل الله سبحانه وتعالى، بدا كيطلب المغفره وكيتوب واستغفر الله سبحانه وتعالى، عرف انه تاب توبه نصوحه. واذ بالمطر ينزل عليهم، والغيث ينزل عليهم. بقى العقل ديال سيدنا موسى مشوش، كيقول كيف كيفاش انا القوم ديالي ما خرج منه حتى راجل، والله سبحانه وتعالى شنو قال لي؟ الا ما خرجش داك الراجل العاصي لمده 40 عام وهو كيعصيني، راه ما غاديش ينزل الشتاء، ما غاديش تطيح الشتاء. صافي يعني بقى بداك العقل ديالو البشري، لانه حنايا دائما العقل البشري ديالنا راه خاصنا نعرفو. خاصنا مشى سيدنا موسى عند الله سبحانه وتعالى، قال له يا الله قلت لي كذا وكذا وجار كذا وكذا، قلت لي الا ما خرجش داك الراجل اللي في القوم ديالك كيعصيني لمده 40 عام، راه ما غاديش نطيح عليكم الشتاء، وانا القوم ديالي ما خرج منه حتى راجل. يعني بلغتهم داك الشيء اللي قلتي لي، ولكن ما خرج حتى راجل. واذن بينا كنتفاجئوا ان الشتا كطيح. قال له الله سبحانه وتعالى هذاك الراجل عرف راسو وتاب توبه نصوحه والتاجئ ليا، وانا عرفته بان القلب ديالو صادق في التوبه، نزل العفو ديالي عليه وعليكم ورزقتكم المطر. قال له يا الله ايوا قول لي هاد الراجل شكون باش نعرفو، باش يعني نشكرو ونقول له مزيان وهادي وهادي، يعني باش يمن عليه يقول له مزيان انك رجعتي لله سبحانه وتعالى. قال له الله سبحانه وتعالى 40 عام وهو كيعصيني، ما فضحتوش هاد النهار وانا ساترو هاد النهار من اللي رجع ليا وتاب ونادم على الافعال ديالو، يعني تاب توبه نصوحه، هاد النهار غادي نفضحو يعني نكشف عليه الستر ديالي، وهو يعني النهار اللي رجع ليه. قال له لا، وكان بغيت نفضحو وكان فضحته النهار اللي كان كيعصيني. لهذا راه هاد القصه راه ما جاتش من فراغ، هاد القصه الا فيها معاني كثيره، أنه الله سبحانه وتعالى كيحب الستر. حنا عايشين بالستر ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن حنا بني البشر حنا كنبغيو نفضحو ونكشفو السر ديال الله سبحانه وتعالى ونهبو ونزيدو. والله سبحانه وتعالى عاود الحكمة الثانية من القصة أنه كيقبل العبد إذا تاب توبة نصوحة، رجع الله سبحانه وتعالى راه كيقبل وكيحليه الايدي ديالو وكيفرش له يعني الارضيه اللي يعيش فيها في التوبه والغفران ديال الله سبحانه وتعالى. وعاود الانسان منين كيعرف راسه ويعني وكيعرف الخطا ديالو وكيلتجئ لله، يعني الانسان دائما محاسبه النفس. هذا الراجل ما عرفو حتى شي واحد، غادي يقول انا ماشي شغلي، حتى انا ما عرفني حتى شي واحد، الله سبحانه وتعالى ما ساترني، شكون عرفني انا ولا ماشي انا، حتى انا نقول لهم انتوما. ولكن هذا وقعت له محاسبه النفس، يعني الانسان خاصو يبقى يحاسب راسه ويحاسب نفسه ويراجع النفس ديالو باش يعرف الطريق اللي يشد وما يمشيش في طريق الظلام، لانه حنا كاملين كنديروا الاخطاء وحنا كاملين عايشين بالستره ديال الله سبحانه وتعالى، وحنا كاملين محتاجين للاستغفار، الاستغفار والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. خاصه خصنا نغتنموا هذه الاشهر المباركه وهذا الشهر المبارك اللي هو شهر شعبان، اللي باقي لنا ايام ان شاء الله على شهر رمضان، الله يبلغنا رمضان ويعاوننا ان شاء الله فيه على القيام والصيام يعني، وعلى فضائل الاعمال يا رب العالمين، احسن الاعمال وفضائل الاعمال. هنايا المتتبعين ديالي غادي نوصل معكم للنهايه ديال الفيديو ديالي، كنشكركم من القلب، كنقول لكم سيروا الله يعطيكم الخير ان شاء الله يا ربي يا الحبيب يا الكريم. اي واحد كيتمنى شي خير، اي واحد عنده الامور معسره يسر ليه الامر ديالو،
اي واحد كيتمنى شي خير فتح له ابواب الخير، يا فتاح يا رزاق يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هنا غادي نقول لكم مع السلامه، يا رب يا الله، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله يا رب العالمين.